في التحليلية، اقتحام للأقصى واعتداءات على المعتكفين فيه، هل يخاطر نتنياهو بتفجير الأوضاع في المنطقة من بوابة القدس؟ ترامب يمثل أمام القضاء، هل تكون المحاكمة وقوداً أساسياً في حملته الانتخابية؟ ماكرون في الصين، أهداف اقتصادية وإعادة تحديد للمعايير في العلاقات أم محاولات لتطويق موسكو؟ في وثيقة اليوم، الحد من الاحتباس الحراري قد يقلل مئات آلاف الوفيات في الشرق الأوسط وفق دراسة جديدة. وفي قضية اليوم، ظاهرة فريدة في الموسيقى والغناء والالتزام الوطني والسياسي، كيف تجمع فيروز أشلاء الخرائط الممزقة على امتداد وطننا العربي؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 5 مساءً بتوقيت القدس الشريف.